السلام عليكم. إذا في فيديو جديد، فكما نعرف فهنالك بعض الشاشات غالية، فإذا أردت أن تعمل شاشتك من دون أن تشتري شاشة باهظة الثمن، فما عليك إلا أن تستعين بهذا الملحق الذي اسمه OTG، كابل OTG. إذا كنت لا تعرفه فهو يعني مدخل فيويت وكلي USB كما ترون معنا هنا في الصورة. إذا وكذلك الموسع، نشبك الموسع مع OTG الذي أريناكه من قبل، ثم نستطيع أن نستعمل أي الماوس أو الفأرة الخاصة بالهاتف بالحاسوب عفوا مع هاتفك الخاص. إذا الآن ينقص للهاتف، وهذه هي التجربة معكم مباشرة. نلاحظ هنا أن السوري تعمل بهذه الطريقة من دون أن تشتري. إذا كان حس التاكتيل يعني حاسة اللمس لا يعمل في هاتف، فيمكن لك الاستعانة بالماوس، أو يمكن لك تركيب الجهاز على الشاشة الكبيرة، ويمكن لك استعماله كذلك كحاسوب أو ما إلى ذلك من عدة استعمالات. فكما تلاحظون هنا في تجربة مباشرة معكم، فهنا نستعمل الماوس مباشرة معكم، وهنا نقوم بالتحكم في جميع أدوات الهاتف من دون لمس الشاشة. هنالك بعض الهواتف تكون فقط الحساس اللمسي هو الذي لا يعمل، ونستطيع الاستعانة هنا بالماوس كي نقوم بالتحكم. كما ترون نستطيع أن نفتح الألعاب، أن نفتح كل ما نريده، ونستطيع أيضا أن نشبك الهاتف مع شاشة التلفاز واستعمال. إذا السلام عليكم إخواني، إذا أعجبتك الحلقة فقم بالضغط على الجرس وقم بالاشتراك في القناة. فهذا الفيديو باستخدام كاميرا هاتفي الأمامية فقط، وكل الفيديو كله مونتاج، وكل الأدوات باستخدام الهاتف فقط. فإذا أعجبك الفيديو أردت أحد الأدوات التي أستخدمها أو أحد يعني الآليات التي أقوم بتصوير بها الفيديوهات، فمرحبا، فيمكن عمل حلقة لك. فقم فقط بوضعها في الأسفل في الديسكريبشن، وسوف نقوم بالتواصل معكم. فهذا كله فقط من الهاتف، مونتاج وكل شيء. وإلى حلقة أخرى، والسلام عليكم. السلام عليكم صديقي، لا تنسى الضغط على زر سبسكرايب والضغط على زر لايك وتفعيل الجرس كي يصلك الجديد دائما في القناة.